اي شخص من مكانه مكانته الدينيه بده يصف مع بشار الكبتاجون راح نفضحه. ما ظل حدا من اهل السويدة الا ما دق فيك مسبات، لانك لست شيخ ولا إلك علاقة بالروحانية ولا إلك علاقة بالحب والسلام والأخوة أبدا. أنت شخص طائفي بامتياز. شفت فيديو على قناة السويداء 24 للي اسمه الشيخ يوسف جربوع، بس أنا بدي أقول له يوسف جربوع حاف، واللي بده يزعل يزعل. الساكت عن الحق شيطان أخرس. ناس طلعت حكت همومة، وناس كسرت الخوف ومزقت صور الدكتاتور والعبودية والاستغلال والسرقة والنصب. ناس شمت ريحة الحرية والحب والسلام مع أخوتنا من سنة وشيعة وعلوية ومسيحية، ليطلع علينا يوسف جربوع تحت راية السيادة الوطنية بخطاب لا يمثل الكرامة بصلة ولا يعرف من الكرامة حرف. كل خطابك كبتاجون بكبتاجون. انت من الاربعين توم، واللي حط الرقبة بشيلة. والساكت عن الحق شيطان اخرس. ما ظل حدا من اهل السويدة الا ما دق فيك مسبات، لأنك لست شيخ ولا إلك علاقة بالروحانية ولا إلك علاقة بالحب والسلام والأخوة أبدا. أنت شخص طائفي بامتياز. أنت شخص عميل لهذا النظام المجرم بامتياز. أنت تاجر كبتاجون بامتياز تحت زيدين. أنت من الأربعين توم، بطلع بقول لك ياها بوجهك، إلك ولكل مين معك، وروح بلط البحر. اللي طلع بال2011 ضد حكم الطاغية بقمة القوة والقبضة الأمنية ما راح يخاف من شخص مثلك ولا من أعوان النظام الفاشل. بتطلع لعندهم على الساحل، بتقعد عندهم وبتكيف عندهم. ما بتمثل جبل سلطان، وكل اللي معك ما بيمثلوا جبل سلطان. واللي بده يزعل يزعل. الشيوخ الكرامي هن اللي بيمثلوا الموقف مش حضرتك. لا تتخبى تحت زي الدين مثل ما معلمك بشار متخبى متخبي خلف الابواق الاعلاميه الطائفيه تبعيته وما طلع ظهر للعلن. وين جاي عم بتقول لي وطنيه ولك؟ انت متليك مثل تبعوت اللي ولك اللي بيطلعوا من الساحل. محافظ بعث لك خليك ترقص لانك مانك زلمي ولا بتمت لبني معروف بصلة. انت هذا اللي بدك يا جربوع. انت بدك تنقسم اهل السويدة تحت مخطط بشار الكبتاجون من شان اهل السويدة تلتهي بقتل بعضها. لأنه معلمك بشار بس ثار بركان العرب هرب من دمشق. وجاي عم تحكي لنا بالتاريخ، ليش انت بتعرف تاريخ؟ انت ما بتعرف غير أكل المناسف ودق التقارير. وأي شخص مع هذه الدولة الفاسقة الطائفية بامتياز المفرقة للشعب السوري هو تاجر كبتاجون وليس شيخ دين. لا تتساتر تحت شيخ الدين وتحت العمامة النقية يا الأربعين توم. ما بتمثلنا وما منرد عليك ولا منرد على معلمك. وراح تشوف هذه الهتافات مستمرة بالسويدة وبكل أنحاء سوريا. وراح تشوف اسمك إنك خائن لجبل العرب وراح تتقلع منه. كل شيء صار بالسويدة طالعة بتقول نحن تحت السيادة ومع القيادة بشار. ما بتمثلنا ولا بتمثل أي حر شريف بسوريا. وسوريا لينا ما هي لبيت الأسد،
وخاصة من قال عشتنا ذليلة بني معروف يا نعمة السليلة. أهل التوحيد أنت ولا بتعرف الروحانية ولا بتعرف التوحيد والسلام والأخوة يا جبان. بعد كل شيء صار بالسويدة 10 أيام الناس من قمة الفقر والتعثير والذل عم تنزل على الشوارع، بدك تعملنا اياهم انه المندسين وعم ياكلوا سندويشات فلافل ملفوفة ب 500 ليرة؟ استحي على حالك، كل خطابك كبتاجون بكبتاجون، واللي حط الرقبة بشيله، والساكت عن الحق شيطان أخرس.